تنفيذ مشروع سد خاصة بلغت 99% بكلفة كلية قدرت ب 93 مليار دينار. مدير الموارد المائية في كركوك أكد أن مشروع سد الخاصة سيسهم في الارتقاء بواقع مدينة كركوك السياحي، مشيدا بجهود إدارة محافظة كركوك ودعمها الكبير في إنشاء مشاريع استراتيجية مهمة لفائدة مدينة كركوك وأهلها. تفاصيل أوفى مع يشار خالد. كشف مدير الموارد المائية بكركوك بأن نسبة إنجاز مشروع السد الخاص الاستراتيجي وصلت إلى 99%، وقدرت الكلفة ب 93 مليار دينار، وسيتم افتتاحه شهر آذار المقبل، منوها بأن السد سيسهم في تنشيط الحركة السياحية وسقي الأراضي الزراعية والحفاظ على بيئة كركوك. طبعا وصلت نسبة الإنجاز في سد خاصة شاي إلى تقريبا 99% بعد الإضافات. طبعا وبلغت الكلفة الكلية للسد حوالي 93 مليار دينار عراقي، وحاليا منسوب الماء فيها وصل إلى 471.50، وهذا النسبة يمثل حوالي 20 مليون متر مكعب من المياه في مخزونة في بحيرة السد. من السدود الاقتصادية المهمة بالنسبة لمحافظة كركوك، حيث أولا له تأثيرات إيجابية على بيئة كركوك، محافظة كركوك، وكذلك على مناخ كركوك، وكذلك يمكن الاستفادة منها في السياحة بالدرجة الأولى، وكذلك الاستفادة منها في سقي المزروعات على مسار خاصة السد من خاصة إلى مدينة كركوك. وهناك لدينا مشروع إنشاء قناة كونكريتي لنقل المياه من سد خاصة إلى هذه المناطق وكذلك إلى مدينة كركوك، سوف يتم الاستفادة منها في أولا في سقي المزروعات، وثانيا في تجهيز مياه الخام إلى مديرية محافظة كركوك. مدير الموارد المائية أشاد بجهود إدارة محافظة كركوك بدعمها ومساندتها المستمرة بتوفير الأجواء المناسبة ماديا ومعنويا لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الخاصة بدائرته. هناك الدعم قوي جدا من قبل محافظة كركوك، سواء من قبل السيد المحافظ أولا، وكذلك من قبل مجلس محافظة كركوك. هناك دعم جيد ممتاز بالنسبة لمديرية الموارد المائية، وحيث يتم تخصيص مبالغ جيدة لمشاريع الموارد المائية في محافظة كركوك. مسؤول التخطيط في مشروع السد خاصة من جانبه أوضح بأن العمل جاري على قدم وساق لإنجاز هذا المشروع الحيوي في وقته المحدد. المشروع يتألف من ثلاث أجزاء رئيسية: جسم السد من فوق 13 متر ومن جوة 300 متر، طول السد 2215 متر، ارتفاع السد 58 متر، السد يخزن 74 مليون متر مكعب ماء، والجزء الثالث من السد المنفذ السفلي أنبوب قطر 100 مترين يأخذ الماء من مقدم طيل المؤخر، والمشروع 99% منجز إن شاء الله، يتم افتتاح إن شاء الله بشهر آذار من هالسنة. سد خاصة سيسهم في الارتقاء بواقع كركوك السياحي وسيضفي مسحة جمالية للمدينة. يشار خالد، فضائية كركوك. أعلنت دائرة ماء كركوك